السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا خير وسلام. إخواني، في أحد الأخوة طلب مني في التعليقات طريقة حساب خطوة اللف للتعديل من الأقطاب التأثيرية إلى الأقطاب الحقيقية، وطلب تعديل محرك معين اللي هو محرك 48 مجرى سرعة 1400 دورة أربع أقطاب تأثيري. طبعا تقريبا كنا بنعرف خطوة اللف له بتكون من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12 ومن 1 إلى 14 ومن 1 إلى 16 مجموعتين في الفاز. طبعا المحرك بالكامل فيه 6 مجموعات. طبعا هو طلب طريقة تعديل، بده يعدله إلى أقطاب حقيقية زي ما حكينا في الدروس السابقة، فطلب طريقة تعديل. طبعا طريقة التعديل إخواني يعني من أقطاب تأثيرية إلى أقطاب حقيقية بتعتمد على حساب الخطوة. فإذا أنت عرفت خطوة اللف ما بيبقى شيء، خلاص انتهى، بتعرف توزيع المجموعات والملفات على المجاري وبتحاول ترسمها، وإذا كان كل شيء عندك تمام وحققت الشروط الأقطاب الحقيقية فبتشتغل وبتتوكل على الله، ما في أي مشاكل. طبعا احنا شرحنا خطوة اللف أو حساب خطوة اللف للمحركات التأثيرية وللمحركات ذات الأقطاب الحقيقية. القانون، قانون حساب خطوة اللف طبعا للأقطاب الحقيقية، هو خطوة اللف أو خطوة اللف الكبيرة تساوي عدد المجاري تقسيم عدد الأقطاب. طبعا لما نقسم عدد المجاري على عدد الأقطاب بتطلع معانا الخطوة الكبيرة، خطوة اللف الكبيرة. بالتالي الآن بيبقى عنا أنه احنا نحسب قديش كم عدد ملفات المحرك، وبالتالي بنقدر نحسب كم عدد ملفات الفاز نفسه او كل فاز قديش في ملفات، وبالتالي بنقدر انه نعرف مجموعات الفاز، كل مجموعة كم ملف تحتل من المحرك. طبعا الموضوع سهل، يعني مش ما في اي صعوبة، واحنا شرحناه زي ما حكينا بفيديوهات سابقة والفيديوهات موجودة بالقناة عندنا. طبعا وبالنسبة لحساب خطوة اللف للمحرك التأثيري هي بنفس القانون، لكن بنضيف عليه 2/3 يعني 2/3 بصير القانون حساب خطوة اللف كمان الكبيرة، 2/3 2 تقسيم 3 ضرب عدد المجاري تقسيم عدد الأقطاب الحقيقية، طبعا عدد المجموعات الحقيقية، يعني عدد المجموعات الحقيقية في هذا المحرك التأثيري. يعني مثلا احنا عندنا محرك 4 أقطاب 1400 دورة تأثيري، بدنا نحسبه، نحسب خطوته بالقانون، بنحط 2/3 ضرب عدد المجاري، مثلا عندنا 36 مجرى، تقسيم عدد الأقطاب أو المجموعات الحقيقية. يعني عندنا بقديش بكون في الفاز، عندنا مجموعتين تقسيم أو قطبين تقسيم عدد الأقطاب الحقيقية اللي هو قطبين، فبتكون هنا تقسيم 2 دائما يعني، أو بنكتب مثلا نص عدد أقطاب المحرك إذا كان تأثيري، لأنه دائما التأثيري عدد أقطابه ضعف عدد المجموعات. طيب زي ما حكينا احنا مش عارف احنا يعني نحسب خطوة اللف للمحرك او نبدأ بالتعديل مباشرة. طيب خلونا نحسب اول شيء خطوة اللف للمحرك لما كان تأثيري، وبعدين بنحسب خطوة اللف للتعديل الحقيقي. طبعا هنا احنا بس خلوني اصغر الشاشة. لا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار
والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.